بنرحب بحضراتكم في الحياة اليوم وبنواصل حديثنا مع بعض أقارب وأهل بعض الشهداء اللي استشهدوا على يد الإرهاب وعلى يد الغدر في الأيام الأخيرة. وإحنا في الفاصل يعني جرت أحاديث بيننا ما بين ضيوفنا، وكانت مدام زينب اللي هي بنت عم الشهيد اللواء محمد السعيد كانت عاوزة توجه نداء لشيخ الأزهر. ليه يا مدام زينب؟ أنا نفسي بس مولانا فضيلة الإمام الأكبر يرد على بيان الفتنة اللي خرج ممن يسموا أنفسهم أنصار بيت المقدس، لأن الحقيقة هم مش اكتفوا إن هم قتلوا الشهيد ابن عمي، لا ده هم فجروا في خصومتهم ووصفوه في بيان الفتنة بأنه المجرم المرتد. فأنا عايزة فضيلته يقول لنا مين هو المرتد ويدافع عن مسلم في غيبته، غيبته الشهادة عننا. أرجوك أرجوك يا فضيلة الإمام، ده رجاء شخصي ورجاء إنساني، إنك ترد غيبة الشهيد محمد السعيد، وأنا أعتقد إن حضرتك تعرفه، ده ابن من أبناء طمة سوهاج، وأنا عارفة قد إيه طمة غالية على سيادتك. يعني حرام يعني قتلوه وكمان يصفوه بالمرتد. طبعا أنا مش عايزة أتفاخر وأقول قد إيه هو كان مصلي وقد إيه مواظب على صلاته وقد إيه هو من عيلة معروفة بالتدين، معروفة مش هقول بالزكاة بالصدقة، وهو نفسه شخصيا لسه راجع من الحج ملهوش 3 شهور ونال الشهادة بعد 3 شهور من رجوعه من الحج. بنته وصتني طبعا، قالت لي على حاجات أنا ما أعرفهاش، لأني طبعا أي نعم أنا بنت عمه بس مش ساكنة طبعا معي. فدي رسالة من شروق ليك يا فضيلة الإمام الأكبر، شروق ليه نجلة الشهيد محمد السعيد. أمرت العيلة كلها بتقول لي سيادتك إزاي يبقى مرتد والسبحة في إيده، مات والسبحة في إيده، وقعت من إيده بعد ما اتضرب، إزاي يبقى مرتد وهو ليه ورد يومي، إزاي يبقى مرتد ولسه سجادة الصلاة ابنه جايبها مع متعلقاته من المكتب النهاردة، إزاي يبقى مرتد وهو عايز يرجع تاني يعمل عمرة من شوقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إزاي يبقى مرتد وهو دايما كان ينصح أولاده يا أولادي كل ما تبقوا في زنقة أو ضيقة عليكم بورد 100 مرة تقروا الفاتحة هتتفتح عليكم كل الأبواب، إزاي كان يعرف لما يصحى الصبح إن بنته شافت منام أو رؤية ويقول لها تعالي احكي لي يا شروق قبل ما تحكي له من روحه الشفافة النقية صافية، كان يسأل البواب، دي حاجات احنا عرفناها بعد ما توفاه الله الحقيقة، عرفنا عنه أساطير ما كناش نعرفها. أنا في حاجات كنت أعرفها، ولاد عمي التانيين في حاجات يعرفوها، كل واحد فاكر نفسه إن هو اللي ابن عمه مختص بالحاجة دي، خد المبلغ ده لله. اكتشفنا بعد ما توفى إن كلنا بالطريقة دي بيدينا حاجات تتوزع لله. كان البواب برضه حكى حكاية برضه ما كناش نعرفها، يقول له في حد هنا في الشارع عليه مديونية، طب في حد عليه دين للسوبر ماركت، حلاوة المولد لسه باعت البلد، قال أنا زي أنا ما باكل حلاوة المولد لازم الغلابة اللي عندكم ياكلوا. بنته قالت لي نفس القصة عندهم في الشارع، جاب أول الشتاء في موجة الصقيع اللي جت اللحافات الفايبر، فابن عمي بيقول له ليه لحافات فايبر، ما هو فيه بطاطين بخمسين جنيه والكلام ده، قال له زي ما أنا متغطي. حقيقة يعني الواحد مش ما كانش عايز أبدا يجي اليوم إنه يبرهن أو يثبت إن إحنا مسلمين بالظبط كده، دي حاجة بين الإنسان وربه، بين العبد وربه، لكن للأسف الشديد بالظبط بقى إن هو بقى كل المجتمع بالنسبة لهم لازم كافر لازم أرد غيبته. وبعدين التهمة الحقيقة يعني خلت العيلة كلها من جواها نار، يعني إحنا كلنا مجروحين، يعني مجروحين عارفينه عن قرب، يعني جرح الشهادة وجرح الكلمة، إزاي مرتد؟ طيب أنا